اهلا وسهلا بالكبيدات الغريبه على قلبي. كيف دايرين؟ فيديو جديد، حماس جديد، نتمنى يلقاكم نتوما باحسن الاحوال. انا عارفه الحباب كنتعطل عليكم شي شويه بفيديوهات، ولكن ربي اللي عالم الحرب اللي كنعيشها مؤخرا في الجسم ديالي. غير دعيو معايا وما تنساونيش بلي لايك ديالكم، حيت ربي اللي شاهد الجهد الكبير اللي كنبذل باش ما نخليكمش بلا فيديوهات، ونبقى حاضره معاكم واجور معاكم، نعيشكم معايا شنو كاين وشنو ما كاينش، واخا بزاف ديال الحوايج ما كنجيش هنا كنقولهم لكم تفاديا للطاقه السلبيه، لكن الحمد لله كنبغي نجيب ابتسامه بطاقه زوينه بحماس زوين. كل واحد فينا كيعيش واحد النزاع داخلي ربي اللي علم به، ما كاينلاش نجيو هنايا نبداو نتشكاو. فخليو لي بزاف ديال لي لايك، محتاجين لي لايك ديالكم. كما كنقول لكم ديما شي حاجه سهله الحبيبه ديالي، ما تخسري فيها حتى شي حاجه، فابور دونك ما كنتخلص عليها ما والو، وانما بحال واحد الحاجه كتقول لي انا معاك، شاده في يديك، استمري، فيديوهات زوينه. فإلى عجبكم اكيد خليوا لي بزاف ديال لي لايك، وخليوا لي لي كومونتير ديالكم، وقولوا لي شنو تبغيو تشوفوا من هنا قدام في القناه. البنات هاد لاسبيراتور درت لكم عليها فيديو، ومع ذلك كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله. شنو الماركه ديالها؟ شنو الثمن؟ الماركه ديالها هوفر، خديتها ب 1529 درهم. دابا راه غتلقاوها في بزاف ديال المتاجر ديال هادشي الالكترونيك. سون فيل، يعني ما كتركبيش البريز عاد كتخدمي بها، لا كتشارجيها. رجعوا الفيديو اللي كنت حطيت لكم، ولا بغيتوا الناس الجداد اللي نضافوا للعائله، الا بغيتوني ندير لكم فيديو مفصل عليها، على الراس العين ما كاين حتى شي مشكل. دونك هنايا درت لها هذاك الراس اللي كتاسبيريو بها الكنابي. البنات صراحه بيني وبينكم اتخلعت شنو خرج من هذا الكنابي. صراحه كتاسبيري الغبره من داك الشيء الرفيع. كما شفتوا فيها هذا الراس هذا، انا كنديروا الفراش، كنديروا الكنابي، ويصلح الناس اللي عندهم المشاش، عندهم الكلاب في الدار. هذاك الاكسسوار ها هو راه جبتو، كدوزي هكا في القنيتات، مثلا الشراجم، مثلا هاد القنيتات ديال الكنابي، سداري، لولي. صراحه عمليه وكتنفعني في بزاف ديال الحاجات ضروري كنخدمها في التنظيف اليومي ديال الدار ديال اي بلاصه. كنت غادي نبدل الغشاوي ديال الوسايد باش نبدل شي شويه النفسيه، ولكن ما كانش فيا ما نحيد ونعاود نركب. فغادي يبان لكم التغيير اللي درت في الصالون، تغيير بسيط وتغيير زوين خصوصا للنفسيه. ديما كنقولها لكم، بدلي الاتات من بلاصه لبلاصه وغتشوفي حبيبتي كيفاش غادي تبدل نفسيتك. التغيير عمره ما كان مربوط انه دائما خاصنا نشريو الجديد، وانما فقط شي مرات العين كتكون معتاده انها تشوف الحوايج في بلاصه محدده، فانتيا بدلي البلايص ديالها. مثلا هاد البلاكار كان هنا هزيه حطيه هنا، الكنابي كان عاطي بالظهر عاودي رديه داير هكا، وكذلك مثال. كل وحده كتعرف دارها. قولي نتوما في لي كومونتير واش كديروا هاد القضيه هادي، كتبدلوا الاساس مره باش كتبدلوا النفسيه؟ خاصه رابات البيوت كنعتادوا انه نشوفوا الحوايج في نفس البلاصه، كدوزي محداهم صافي كيطلعوا لك في راسك، وانما غير كتبدلي واحد التغيير بسيط كيبان لك الفرق. فهنايا البنات دزت الكنابي، راكم عارفين مع الوليدات ستيلو شكلها الطبيع ديال الماكله. جبت هاد اجيرول، هاد اجيرول البنات انا كيجيني واحد البرودوي تقدري تشريه بوحديتو قادي لك الغرض، كتمسحي به الحمامات، كتمسحي به الحوايج اللي عندك اينوكس كيخليهم كيبريو، الليفيي، البوطه، هكا الطبيع ديال الحوايج، بزاف ديال الحاجات. وانا اول مره اليوم غادي نجربو على الكنابي، عندي طبيع ديال ستيلو، عندي طبيع ديال الشكلاط، وما نكذبش عليكم شحال هذا ما درت تنظيف عميق للكنابي، بما انه كنت كنفكر ندي يدير تنظيف على الناشف مي مازال مكتب. فهنايا بانوا لي دوك الطبيع ديالهم جاوني، وجبت لهم هذا البرودوي هذا. البنات اللي غادي يخافوا انه يطبع عليهم الكنابي، جربوه في بلاصه ما باينش فيها، مثلا اللور ديال الكنابي ولا تحت ديال الكنابي، وديك الساعات انت غادي تشوفي. انا كما شفتوا درتها على الله، كنابي كري وما وقع ليه حتى شي حاجه، خليته كيتفاعل. ودزت هنايا الزربيه باش ندوز ليها راسبيراتور. الحباب الا كنت غادي ننصحكم واحد النصيحه ديروا بها، هي بعدوا على هاد الزرابي اللي كيكونوا مشعرين. كما شفتوا زوينه شكلا، غزاله، مريحه، رائعه، ولكن ثقيله، ما نقولش لكم، كتعذبني في التنظيف ديالها، اللي طحت فيها كتغرق. مازال شفتوا هاد الزرابي هادو ديروهم في غرف النوم مزيانه، ما غرف النوم ما كيكونش فيهم كثرة الماكله ولا، وانما في الصالون ولا في البيت ديال الكلاس. لا 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 لا، غنبدلها ان شاء الله. هنايا كما شفتوا وريتكم الطبايع، فعلا تدويزه وحده كيطيروا، يبان لكم واحد الطبعه هي غادي نوريها لكم دابا ديال ستيلو، وراكم عارفين ستيلو شحال صعيب في التحيات ديالو. فعلا زعما دوزت هكا واحد التدويزه خفيفه، ماشي كنفرك ولا شي حاجه، راه غير مزربه هنايا الفيديو.
وكيطير، عرفتو كيطير. البنات اللي يقولي عندك تبقى لنا الرغوه، غادي تجيبو من بعد واحد السويف تفزقوه بشي شويه ديال الماء، انتما شفتوا الطبعه ديال ستيلو، فزقوه بشي شويه ديال الماء ودوزي من الفوق وحلي الشراجم باش تنشف وصافي. زعما غير هو فاش جيو ترشوا البرودوي ما ترشوش كميه كبيره، انا كثرت داكشي غيبان لكم الرغاوي هنايا فكثرت معصبوني دوك الطوايع بقيت غير كنرش، ولكن نتوما ديروا رشيشه هكا خفيفه صافي، دوز واحد المسيحه خفيفه وكيطيروا الطبايع. هادي استيس زوينه الامهات، شوفوا ديك البلاصه ديال السيرو راه طار فيها بحال ما كانش. امهات راكم عارفين مع وليداتنا بسلامتهم، مره يكتبوا هنا مره يديروا هنا، واخا زياد ما كيكتبش ليا صراحه في الكنابيات، مي شي مرات بلاص ما يحط الدفتر ولا الورقه فوق الطبله كيحطها فوق الكنابي وكيزلق ليه ديك الكتبه هكا بالستيلو. ايوا الله يهديهم علينا يا اختي وشوفوا ليا كيفاش خرج هذا الماء، بيلي 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 بي. صراحه داك البرودوي كيخرج لكم العجب. صافي هنا نكون ساليت التنظيف، الله على راحه، رويحه زوينه نقاوه كما شفتوا. زدت لي كوسان، راكم عارفين دابا فصل الشتاء كنبغيو الدفء في الصالون كيبغي كثر الوسايد، مازال غادي نزيد ان شاء الله عندي دي كوسان مخزوني غنجبدهم. هنا دزت السالامونجي اللي عندي اون فاس مع الكنابي، هنايا اللي كناكلو، هنايا الصراحه اللي كيكون هز الدق كامل. فمازال البنات غادي ندير معكم تنظيف عميق لهاد الكراسه ديال هاد البلاصه هادي ديال طاوله الاكل، الله يربي كيتلفوا لي المفردات غادي ندير معكم فيها تنظيف عميق الكراسه، خاصه فيهم الطبيع بزاف ديال عفاكم. شكون اللي سمع دابا قبل ما هادشي اللي كنقول لكم دابا واحد طق طق، عرفتوا راه بوحديتي في الدار كندير لكم فو اوف وانا نسمع واحد طق طق وانا نحبس ناري تخلع على قلبي غير يسكت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي سمعتها كتب عليا في الكومونتير صافي هنايا باش نوجد شفاف، باش ندير واحد الشفاف للدار. درت كيما شفتوا ساني كروا، وغادي ندير شي شويه ديال جافيل. جافيل البنات كيعقم وفي نفس الوقت هو كينوتراليزي لك الريحه، حيت الا درتي غير ساني كروا بوحديته غادي تشمي ريحه الزفوريه من بعد، ملي كتبقى الريحه كترجع بالزفوريه، ما عرفتش واش كتلاحظوها نتوما ولا لا، مي بقاو تزيدي واحد هكا رويصه ديال الغطايه ديال جافيل وغتلاحظي واحد الفرق. وبيان سور حتى هو كيعقم لينا اللارد وبزاف ديال الحاجات. كنت بغيت نسيق مي ما نكذبش عليكم ما قدرتش، بما انه الطبيبه راها حالفه فيا حالفه فيا، قالت لي ممنوع نمشي بزاف الوقوف بزاف، هادشي كامل اللي درت راها ممنوع عليا. ولكن شوفوا راه ما يمكنش تخلي الدار قدامك هكا مرونه وحالتها وتبقاي جالسه، انا بعدا كيطيح لي المورال ما نكذبش عليكم، ما كنقدرش نهائيا، كنصبر حتى كنعيا وكنوض، فقلت اللهم جفاف ولا بلاش. صافي دوزت هكا جفاف. البنات اللي غيسولوني على الجفاف، كنت خديته من مستر بريكولاج ب 200 وكدا 50 درهم، واش 59 ولا 95 والله ما عقلت. وبيني وبينكم احبه فاش كنرد السين تاع اللور كنقول والله العظيم الا كنت هبيله اللي شاريه جفاف بهذا الثمن هو جفاف عادي، سي فري انه لا ماتير ديالو زوينه، البلاستيك ديالو لينوكس ديالو ما كيخليش لي طراس ما كيخليش الخمله، ولكن انا كنشوف انه اي جفاف كما بغى يكون غيدير لك نفس الخدمه والله اعلم. دونك ها هو هذا الصوت عاوتاني، الله يا ربي غيحمقني هذا الشيء كنظن غير شي حاجه كتقرقب مع الماكينه مع طلقاها. صافي غادي ندوز هنايا للدخله ديال الدار، ديما هاد الدخله خاصني نأسبيريها حيت باكا بالصبابط وراكم عارفين. دوز هنا لاسبيراتور حيت الغبره، غادي نحيد ديك البلونط من تما نديها للجهه الاخرى. كما شفتوا انا راه غير كيطلع ليا الدم شي شويه، ولا كنعيا ولا كنكون مورا نمشي وهداك كنبقى حول هادي من هنا ديال هنا جيبها من هنا ديال قال لي راه جيت شي نهار لقاك بدلتيني انا درتيني في شي قنت اخر. المهم غادي ندوز انا الشفاء، ويا سلام على النقاوه والريحه، الله والله العظيم الا عاد كنرتاح ما نكذبش عليكم، وش فقر وش تماره وكنظن انه كاع العيالات غيوافقوني الراي، ما كتبغيش تشوفي دارك في واحد الحاله ما زويناش ما متولاش ما نقياش، ايفو كتنقيها تيرابي. سبحان الله العظيم حنايا حنا كاملين، راه فاش كنقول لكم في انستغرام الناس كاملين كيقولوا والله الا بصح، كنقول لهم واك واك اللي ضربنا على تماره. المهم البنات بغيت نوصيكم واحد الوصيه، الا عندكم هاد لي بلونط ارتيفيسيال في الدار ضروري مره في السيمانه دوزوا عليهم هكا بواحد الطخشون فازق، سواء بسانيكرو ولا غير بالماء ولا اللي بغيتو، راه ملي كيتجمع فيهم الغبره كيطلقوا لينا الطاقه السلبيه في الدار.
دونك ضروري تمسحوهم الحباب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصالون ديالي، تغيير بسيط، تغيير اللي زادني نفسيه زوينه الحمد لله. هذا هو الكوان سالامونجي كما شفتوا. سي فري انا والصالون مازال خاصو بزاف ديال التغييرات، مازال البلاصه ديال الصالون بلدي، مازال غيتبدل الديكور كامل، هذا الكنبي حتى هو غيتبدل. المهم بزاف ديال الاشياء، خاص غير الصبر شويه بشويه، نقطه بنقطه كيحمل الواد. كما عارفين انا ماشي بزاف بس كنت في هاد الدار هادي، دونك كيخص الفلوس ميزانيه، فكنسبق الاولويات وشويه بشويه ان شاء الله. الله يرزقني ويرزقكم يا ربي نديروا داكشي اللي بغينا بحول الله، كلشي عند الله قريب. المهم هنايا البنات ليطاب اللي كتحمقني، ايطاب ديال التعطير، خديت هاد عود مود، هذا ريحته كتحمق يا البنات. عرفتوا فاش كديروا على نقاوه؟ يا سلام. ولا عندكم لي بلونط ارتيفيسيال رشوا فيهم المعطرات، راهم كيديفيزيوهم، كيبقاو طالقينهم مع الوقت. عرفتوا راه هادشي درتو البارح وباقي اليوم الريحه في الصالون كتحمق. صافي حليت الشرجم باش تهوى هكا الصالون وينشف ليا ديك البلاصه اللي كنت درتهم. وغادي نشارك معكم بعض اللقطات اللي كنت صورتهم اللي كنت مشيت لاكادير الويكاند الفايت في الشو اللي كانت دار في ياسمينه. صراحه داز زوين، كنا هنا طرقنا زي رجاء كنا طرقناها، جبتها معايا ونخليكم مع اللقطات. انت اللي لونتيها بجون، برافو زياد، تري بيان. شوفي متخشي اللي خلاني انا متعذب، وهو هداني ما قلبي علمته انا. كنا شدينا الطريق انا ورجاء، جينا انا وياها الاورير كما شفتوا. كانوا دايرين ياسمينه، كومبلكس ياسمينه اللي كاين في اورير، كانوا دايرين واحد شو ايفنت لاول مره، ليديسيون الاولى. صراحه دازت زوينه منظمه، كانوا جايبين فيها مواهب شابه. صراحه انا محتاجين بحال هذا الشيء هنايا، وباش كتعجبني كومبلكس ياسمينه اورير دائما الجديد، يعني دائما كيبتكروا اشياء جديده. كانوا كيديروا واحد الشو للدراري الصغار كل ويكاند، دابا داروا هاد ليديسيون جديده واللي دازت زوينه تبارك الله عليهم، ما عندي ما نقول. وهنا كنا دخلنا، والبنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه عجبتني بزاف، هو انه على طول اسبوع غتلقاو سواء في ياسمينه كومبلكس ياسمينه اورير، سواء في الكافيه ديال ياسمينه اللي كاينه في اكادير، مملحات كما شفتوا بالاشكال والانواع ديالهم. وغتلقاو حتى الحريره ديال رمضان، حريره ديالنا هي اللي كتصلح في البرد صراحه. فعجبتني الفكره، زوينه بزاف هكا تجي تشدي زليفه ديال الحريره وتاخدي معاها المملحات، وعندهم داكشي بنين يا البنات صراحه. صافي وهنا كنا دخلنا كما شفتوا تبارك الله الدنيا كانت عامره، كانوا بيان اورغانيزي داكشي زوين صراحه، جميل الحال. للاسف ما قدروش البنات كاملين يجيو، يلاه جات مريم ومنى هي اللي تلاقينا معاهم. كانت غادي تجي زكيه، كانوا غيجيو البنات الاخرين ولكن ما قدروش. المهم مره اخرى ان شاء الله نعاودوها، علاش لا، نديرو شي لقاء هنايا ونتلاقاو كاملين. فرحت صراحه ملي تلاقيت مع بعض المتتبعات منكم، دائما كيكون نهار كبير انني نشوفكم في الواقع ونتعرف عليكم ونسلم عليكم، والله العظيم انا كنفرح. شدوك في الطريق، قلت ماشي مشكل، تميت هابط كنقلب، قالوا لي راه غتخدم مع واحد الفرقه ديال احواش، بدينا خدامين. واش تخدموا في احواش ولا فيكم الناس؟ كنشوف كلشي ناعس، يلا كلشي ناعس. بغيتو هو اللي خصو يدوي، بغيت نعرف شكون اللي صابر.
وهنا غادي نكونوا ختمنا الفلوق ديالنا. نتمنى من كل قلبي انكم تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين. شاركتكم هكا الويكاند كيفاش داز ما بين الحماس والنشاط وما بين النشاط ديال بصح. صراحه داز زوين. كما قلت لكم كانت ليديسيون الاولى وان شاء الله ما تكونش الاخيره يا ربي. فالله يجعل حياتكم كلها مسرات وكلها افراح ان شاء الله. غادي نختم لكم الفيديو اليوم. تهلاو لي فريسكم وما تنسونيش اكيد الحباب لي لايك ديالكم بلي كومونتير بالبارطاج. ومرحبا الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد اللي نضافوا للعائله ديالنا. نورتوني وان شاء الله يعجبكم المحتوى واكيد جاي الجديد ان شاء الله. تهلاو لي فريسكم كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.